احنا حاسبنا رئيس الجمهوريه وعزلناه لانه لم يعجبنا اداؤه. مش هنقف قدام عضو برلمان كذب علينا وادلنا برنامج رهيب وبعد كده راح شرب شاي بالياسمين مع المجلس العسكري وجاب ورق. يعني قصدي في الاخر قدره الشعب، قدرتنا يعني اسهل، احنا كافراد، احنا كناس اخترنا اننا نعيد البلد دي لاصحابها اللي هو احنا، مش هنسيبها عشان واحد فلول ياخدها ولا واحد يرجعها ولا واحد يقول لنا خلاص انتوا اخترتوني. في ناس كتير قلقانه من مجلس الشعب الجاي ومعاهم حق انه يبقى اداه في يد السلطه. خلينا اقول الفكره دي، يبقى اداه في يد السلطه ينزع الشرعيه من الشارع، ودي مخاطره علينا ان احنا نعمل على انها لا تحدث. هختار اللي هيبقى معايا واقف معايا لانهاء في وجه السلطه الانتقاليه في وجه المجلس العسكري عشان ننهي الفتره الانتقاليه دي اللي اي حد في الشارع شايف انها مش ماشيه على مزاجه.